والشر كل الشر في شق العصا ومفارقة الجماعة. مساجد السعودية تتوحد بخطبة الجمعة محذرة الشباب من الجهاد وتدعوهم للوقوف صفاً واحداً مع قادة الدولة، فهل ثمة مخاوف جدية من تلبس وتخفي بعض التنظيمات بين السعوديين وعلى رأسها السرورية؟ وكيف كان وقع الخطبة المتزامنة مع موسم الرياض على المنصة؟ تنفيذاً لتعميم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على خطباء المساجد للحديث والتحذير من مخاطر تنظيم السرورية والذي تقوم أفكاره، كما أوضح التعميم على الدعوة للخروج عن ولاة الأمر، توحدت مساجد السعودية للتحذير من التنظيم السروري. ورصدت رأي اليوم أبرز ما جاء في الخطبة التحذيرية والتي أثارت تساؤلات حول توقيتها وأسبابها، حيث كان لافتاً تأكيد الخطباء على أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الجماعات والأحزاب والتنظيمات المتطرفة. وفصل الخطباء شرحاً في تعريف التنظيم السروري وشيخه محمد سرور والقائم كما ذكرت الخطبة على المراوغة والتخفي والتلبس بين الناس. وحدد الخطباء علامات محددة للمنتسبين لهذا التنظيم السروري، والتي منها الغلو والتطرف وكذلك التهوين من مسألة الخروج على ولاة الأمر والطعن في كبار العلماء. وختم الخطباء موعظتهم بوجوب أن يحث العلماء الشباب على أن يقفوا صفاً واحداً مع قادة هذه الدولة. خطب الجمعة حملة إعلامية للتحذير من السرورية، لأن المنصات السعودية من جهتها انشغلت بتداول مقاطع للخطبة وانقسمت الآراء حولها، فالبعض أشاد بما جاء فيها والبعض الآخر طالب بوجوب تحذير الخطباء مما يجري من فسق وفجور واختلاط على حد تعبيرهم بمهرجانات الترفيه. وجاءت خطبة الجمعة اللافتة تلك في السعودية في تزامن مع انطلاق موسم الرياض بنسخته الثانية، حيث يجري تداول مقاطع أظهرت تراقص شباب وفتيات ومشاهد انفتاحية قابلها البعض بامتعاض وانتقادات. لكن حضور موسم الرياض الذي تجاوز 750 ألف متفرج في حفل الافتتاح قد يعبر عن تقبل طيف عريض من الشعب السعودي لهذا الترفيه.